بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إن الدرس يبيلي يا منظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث، في علم مصطلح الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغادت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. نعم، شيخي أما المصنف أما الناظم هديرة أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ نكانزا نظم ياك إي منظوم ياك إي منظوم ياك نكنزرزا بالحمد نكنزرزا ككم مهاتشا نككم صيفا الله سبحانه وتعالى ديه استحقو خصفوا نامي نكراشو معنى اقتداء بالكتاب العزيز ينك معنى عزيزو جسا نكراشو تيوة مجير سبحانه وتعالى مصليا حالنا من امسل الله على محمد إلو يا محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل نخير ومتم تميلا تم محمد نخير من أرسل للخلق نخير وجه تميلا كخلق وتميلا. نعم نما هديرة وذي إي وذي من أقسام الحديث إي اسم إشارة نكو إشارة أما نكو بكتشارة منظومة ياك نكو هدني هذه القصيدة أما هذه النظم إنحكو ذلا من أقسام الحديث أقسام الحديث أقسام الحديث نخوذره كترف يا أقسام نزقوري ز حديث زي نخوذره عدة أي أن هذه الأنواع كثيرة جدا عدة معنى إجوايو إنكو نكو معنى كل ما نغنيوا عدة تكون نينج أنواع نينج استاكو وذي من أقسام الحديث عدة هديرو وكل واحد أتى وحدة هدير عدة أي عدد ليس بكثير شيخ ابن عثيمين هدير رحمه الله تعالى عدة وقتين شرحوا هدير أي عدد ليس بكثير يعني عدد لكن سيوني هذه أي إشارة إشارة إلى ما يمو كاك الذهنيني يو نظم إيو نخفاني أقسام الحديث نئي ذي من أقسام الحديث كرك أقسام ذا حديث عدة نعدد لكن سونينجي وكل واحد أتى وحدة نكل موي نكل قسمو نكل نوعي أتى يير وحده نتعريف يير أتى يير وحده نتعريفه حد
مفعول معه. نعم يد أي نتعريفه. الحد شيخ عثمين هدير الحد هو التعريف بالشيء نكوابه نختم التعريف كتشينتو تشينتو معناه نكوابه نخفافهشا نخفهمشا وانتو نختم التعريفه استلاحيا كي نختمرو كتشيزون ودوا definition ياكي نختمرو. لكن هو شرط شو هديرو في الحد أن يكون مضطرد وأن يكون منعكسا، يعني أن الحد يشترط ألا يخرج عنه شيء من الحدود من المحدود. إجوابا خفيا تشينتو تعريفو استمولي كركا محدود ياكي استمولي وألا يدخل فيه شيء من غير محد من الغير من غير المحدود ناخو سكبيره تشينتو تشيمو ناخو ايو انديو فيلو حد اما تعريف. مثلا اجوا شيخ تم مثال هذه اذا حددنا الانسان كما يقولون انه حيوان ناطق جهدير مثلا بنادم ني حيواني هتمكو اي حد اي انه مضطرد ومنعكس معناه نني تعريف اي اتوميلا كوا بنادم ني حيوان هتمكو ني مضطرد ومنعكس. نعم حيوان اجهاد شهدي حيوان مثلا شهديرو ابا يتكلواني يتكلوا زينتو سو حيواني تزنايو نولولين تزنايو روحو استكلوا زتك kamba jamadati majiwe mishaka yote mijamadati yo au kaksani hawatemuka mtaonayo hayati sio hayawani. Na alhayawanu hayawanu alinsanu hayawanu natiqu numa natiqu na ho itakulawani kila chintu tajimu haitemuki kamba albahima kamba ما حيوانات زينجينة هوا تموكي هوا كوذي. نعم نما هدير أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله. هذه من أقسام الحديث عدة وكل واحد إذا كل مو يتكويا أتا يير أما يتكويا وحده نتعريف يتكويا. أولها أقسام ذا حديث إذي يكان را أقسام ياك يكان را هديروس أقسام الحديث أولها أي أول أقسام الحديث يمان ذكرك أنواع ذا حديث ذي قوال ذا حديث الصحيح نحديث صحيح الحديث الصحيح صحيح نينيو معنى صحيح صحيح كلغة في لغة ضد يعني ضد المريض شنو مرضي معنى أم السقيم مرضي ضد يعني مريض أم سقيم إيون ديو في لغة صحيح كلغة. نا استلاحا شيخ نفسي بتمير تعريفه وهو هدير ما اتصل إجي إشكامينو إحرر سيتو إسناده سندي سندي ياك إشكامينو معنى تختين ديكا منقطع سيو تختين ديكا إشكامينو إسنادي ياك نما هديني متصل إسناده نيجي صحيح نيو نيجي إشكامانينو سندية سلسلة ياك إشكامانين انتختين ديك كاتي. نعم متصل إسناده إيوني
شرطي يا كان شرطي يا حديثي كوا صحيحة مبالي نخبتكنا كوايو إشي كمانين تختين ديكا سندي ياكي يو سلسلة ياكي أواجه وانتو وابوكرينو حديثي راوي وفلوة راوي مبكا متومة إن تختين ديكا وطيو إشي كمانين ومعنى وكسين أم كسيزة أم بكا متومة صلى الله عليه وسلم ننتهيكو كتئيو انقطاع ننتهيكو تينديكا مثلا منتموي أما توزيلا منتموي مثلا صحابة ناني هم بوكيرو نتابعي تابعي إسا إتشيو تامو بتابعي كتئيو ني أتباع التابعين كحسن أتباع التابعين تكوونا ما صحابة إسا سند إيو يمو انقطاع ودوا لكن إشوائي إشي كمانين أتباع التابعين هم كسيز التابعي تابعي نايم كسيز الصحابة صحابة نايم كسيز متومة إيو هو فيلوة سند إيو إشي كمانين نمتصل هو فيلوة اتصال كركا علوم الحديث تحكسا اتصال السند سند إي إشي معنى تختين ديكا واحد حري معنى إشي كمان سند إيو ولم يشذ شرط يبيلي ولم يشذ أوكي إسا تساسي كندا ولم يشذ بيش فاني شرح اتصال السند نيني اتصال السند بل إسنادي نينيو إسنادي شويني إسنادي نينيو هو حكاية طريق المتن أما سلسلة الرواة ني سلسلة يا مرواة ونخبوكيرو حديثي أوجه ونخبوكيرو متن يا حديثي إيه مثلا متن يا حديثي إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات حديث إي سيو إنما الأعمال بالنيات حديث إي حديث إي وانتو وابوكيرانينو مبكا أو شيخ توميرو حديث إي نوي بخاري نوي مسلم نوي أبو داود نوي ترمذي أو تيو إيتيو أن يندشيلا حديث إي وانتو واو وانبوكيرو مبكا متومي او فيلوة مرواتي يا سند اي حديث اي ياو نحكوذرو انما الاعمال بن انما الاعمال بنيات مثلا مثال او فيلوة وانتو وانبوكيرو وفيلوة رواة الحديث رواة الحديث اما رواة متن الحديث متن حديث اي متن يعني او وانبوكيرو اتصال نايو نيو اتصال نايو ني أن يروي كل رجل في الإسناد عن شيخه الذي فوقه من غير واسطة بينهما من أول السند إلى منتهى أوكي اتصال سند نيني ما نفونزي كواينا مكسا شيخيوه نكتكاو chiza kuwamu wasita chiza katika au chiza kuwamu wasita mathalan Malik ibn Anas Imam Malik ni sheikhi wa Imam Ash-Shafi'i sheikhi wa Imam Ash-Shafi'i isa Imam Ash-Shafi'i hum mkasize Imam Malik nampokele hadithi zake إذا حديث إمام مالك بوكيرو تهدوا إمام الشافعي مكسيزة إيون ديو اتصال السند سند إيو إشيك معنى إشيك منين إذا إنت أختين ديك اتصال إيون ديو نا مالك نايم بوكيناني نافع مثلا مالك شافعي
عن مالك عن نافع. نافع نايم بوكيناني ابن عمر بوكينو أو سند إيمانين متصل في لغة اتصال إشي كمانين تختين ديكا كأحسن إمام الشافعي مكسز إمام مالك, إمام مالك مكسز إمام نافع, إمام نافع مكسز ابن عمر رضي الله عنه صحابي الصحابي الجليل. نا ابن عمر نايهم كسناني هم كسا ثم صلى الله عليه وسلم إذا إسناد إيه في لغاني متصل السندي إشي كمانين سندياك إن تينايو منقطع تينايو تختين ديكا كتناكت سيسا إشتنبيل إسناد أديني أولها الصحيح حديث يكانرا ني حديث صحيح كرك أقسام ذا حديث يكانرا ني حديث صحيح. حديث صحيح نايو لنيو هو ما اتصل إسناده إسناد ياك سند ياك إجيش كمانينو إن رختين ديكا ولم يشذ ولم يشذ أو يعل ولم يشذ نادي منكو هذا ولم يشذ أي يصبح أن تقول يشذ أو يشذ تقدر كواد بيزا يشذنا يشذ بيزا تقدر كواد إن أيون شرط يبيري حديثي كوا صحيحة شرط يبيري نني كتزا كوا شذوذ الشذوذ شذوذ ننيو شذوذ ني الانفراد شذوذ ني الانفراد كوا مونتو مويتو حديثي بوكيرو أما وخريفي جماعة وينجي يبكتون ريسرو حديثي انفراد نا وينجينا بعدا ونزوانا وهديرين المخالفة شذوذ معناه مخالفة موتو كواينا مخالفة منزوة نمخالفة منزوة إيو هو فيلو شذوذ هو فيلو أوكي إيو كلغة شذوذ نكا استلاح لنيو شذوذ شذوذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أو مخالفا لجماعة من الثقات حديث شاذ نيني ني إجي بوكيرو مونتو ثقة مونتو ثقة همينوا لكن وخلفي لجماعة وينجي وخلفي له أو ثقة أويو حديثي وخلفي له وينجي إيون ديو فيلو شذوذ فيلوا كأحسن يعني موتو ثقة نموتو حديثيه تلوا لكن نيبك تنق بكرو حديثي نكو خالفة وينجينه من هو أوثق منه أوجه هو هم شنرو كأوثق نما هم شنرو أما هو نجماعة وخلفيرو كركما ثقاتي يو نايو فيلوا شذوذ فيلوا إذا كوا حديث صحيح يا كان شرطي اخبتكنا كوايو متصل السند يا بيري كتز اخبتكنا عدم شذوذ كتز اخبتكنا مخالفة كتئيو أما منتو راوي ثقة كتز مخالفة وينجينه مثقات وينجينه ولم يعل أي سلامة الشذوذ ينديو شرطي يبيري أو يعل ككوايو عدم العلة كتزا كوامو أما السلامة من العلة كنجر أمانيننا علة حديثي علة ني مرض ني مرضي علة كالك استلاحي وفلواني سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث نمرضي إخر ششيرو لكن هدب كو حديثي صحيحة نمرضي نسبب غامض هايوني كاني ناخو إخر ششيرو نخفي
يخرشيشيري يقدح هدبا كركا صحة الحديث هدبو إتشي وامو علا حديث إيو لكن علا إيو سوى ظاهري نخفي إتشي وعلا إيو نظاهري خلاص بني نظاهري با لكن علا ياكني علة خفية غامض يقدح فيه صحة الحديث يوند يو علة إذا كرك حديث صحيح نلازم أخبتكنا اتصال السند يبيلي عدم الشذوذ يتاتو عدم العلة نما هديد شيخي يرويه نخبوكرو عدل عدلي مونتو عادلي مونتو معنى ممنفو ضابط حفظية ني معنى نيو حفظنا يو وحفظو عن مثله ناخو نمبوكرا كم باية مثلية نمبوكرو مفانو معتمد ناخو نختجمرو في ضبطه حفظي نختجمرو ونقله نتشيرو شاينكو غوشو في ضبطه ونقله إذا شفتي يعني هديلة شيخي بين شرط تاتو ذكريلة اتصال السند عدم الشذوذ عدم العلة نني عدل يرويه عدل راوي نلازم كوا راوي ثقة عدل همينوا لازم كوا أن يكون رواته عدولا رواتي وحديثي لازم كوا مرواتي همينوا ونيو عدالة إسا وعدالة نيو مسلم مكلف السالم من الفسق وصغائر الخصة نعم نموتو مسلام مكلف لكن انجيرو امانيني اسباب ذا فسق نا زينتو زيابا زيابا فانيا معنى ذنب زيابا زيابا كواي ني انجي امانيني نايو منتو اويو ندي نموتو عدلفو نموتو ثقة إذا كرك حديثي هو شرط شواني كواموتو نا بوكيرو حديثي كواي نموتو ثقة نموتو عادل نايو عدالة نايو عدالة نيو شروط زم علماء ياو ويشرو كواي نموتو مسلام أبو هلواني كافري هلوا مكلف مناتشهابه هلوا سالم إنجيو أمانيني من أسباب الفسق وخوارم المروءة يساو ونزيوني وهديرو نما يرويه عدل يوني شرطيانه ضابط منتو من حفظ وحفظه تتاتي تسورة حفظي سورة نئيني شرطيتانو يسا ضابط إسا ضبطي زيكو ضبطي نوع بي زيكو ضبط صدر منتو حفظ كاكي أنغوني وحفظو نايو حفظي إيو ضبط صدر في لوا كاكي هوسيني كلا شينتو يمو كاكي قلبيني حفظي لي نعم حفظي يبيلي نايو نيو أمو ضبطي يبيلي ضبط كتاب هانديكا زين فزايو كسو زوت هانديكا كركا تيبوكو هانديكو إذا مبيز مونتو باتيكانو زيتو إذا زبيري معنى بعد ياو وينجينا وحفيدا كا كاو تشيتاني كاو أنغوني نا وينجينا ناو وحفيدا هانديكا كاو زيبوكوني هانديكو إسا مونتو هانديكو تيبوكوني كاك كلا وقتي هوسومو نعم أما حفظي لك كي أنغوني أو عنده فيلوا ضابط من يكو حفظ من يكو حفاظي من يخ كوا نكو نيو حفظي
نكو معنى نخشيك جس سورة يحديثي نما هدير عن مثله كم براوي وأي واي نم بكرو ناي ناوي كم باي ناوي ولنا يعدالة ونا نبتكنا كاكي عدالة نبتكنا كاكي ضبطي إلى منتهى السند بك من شوى راوي معتمد في ضبطه ينا معنى نكسكتيرو في ضبطه حفظ ياك ونقله نا ياينا كوغوشو إسا اشفاني خلاصة حديث صحيح وفلواني اشتخفاني خلاصة حديث صحيح نشتخم با معنى حديث موي اشتخم با صحيحة مثال مثال موي تخم با الحديث الصحيح ننيو هو ما اتصل اسناده نيجي اشي كمانينو سندية انتختندكا رواتي واو ووت وشكا اشي كمانيني برواية عدل نخبكرو ني مونترو عادل ثقة تما تام الضبط حفظية نكامري من غير شذوذ بلا خبتكنا شذوذ مخالفة أما انفراد ثقة منذ ثقة كواي يوريبيك انتخبتكنا ولا علة انتخبتكنا علة قادحة إنكو درو حديثيو إنكو لبو نحديثي صحيحة قسماني صحيح لذاته نصحيح لذاته وصحيح لغيره نصحيح يبقى ذاتي نصحيحة لكن يوني صحيح لذاته وصحيح لغيره يبقى صحيحة لكن إتشي كمانشوا حديث زينجنة يبقى صحيحة معنى يبقى حسن 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 نينج زدير كمانينو سكومانجينو نما يبقى صحيح لغيره مثال يا حديث صحيح لذاته حديث صحيح لذاته وباتكنا كركا صحيحين وباتكنا كركا صحيحين بخاري ومسلم نينجي وباتكنا مثال يتاكو قال البخاري إمام البخاري هديره في أول حديث كركا حديث يا كانرا يا حديث يا كان ركرك صحيح ياك في جامعه كتاب الجامع جامع صحيح في لغة كرك تيوتش الجامع هدير حدثنا الحميدي شمبيرو أمش خبريلو الحميدي حميدي ناني عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير الحميدي نشيخ البخاري سو عبد الله الزبيري عبد الله الزبير عبد الله ابن الزبير سو وصحابه وسو ويو الحميدي إنه في لو عبد الله ابن الزبير نشيخ البخاري هديه إمام البخاري حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير قال هديه عبد الله ابن الزبير أما الحميدي هديه حدثنا سفيان ابن عيينة ويو هو نشيخ شيخ البخاري نا نشيخ وإمام إمام الشافعي ناي نشيخي بهو سفيان ابن عيينة في لوا نشيخ مكرو كرك مكة والكو قال هدير حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري جي خبري له يحيى ابن سعيد الأنصاري قال هدير يحيى أخبرني نمبيلون خبري له محمد ابن إبراهيم التيمي تتوكاكمي محمد ابن إبراهيم التيمي أودتني ما إمام وكل ما ثقة أوى أنه محمد ابن إبراهيم سمع مكسيز علقمة ابن
وقاس الليثي. نكسيز علقمة ابن وقاس الليثي يقول ينكو هدو سمعت عمر بن الخطاب. نمكسيز سيدنا عمر رضي الله عنه ابن الخطاب رضي الله عنه نمكسيز على المنبر يأكو إرويا منبري نكو بيقو خطبة نمكسيز قال هدير سمعت نمكسيز رسول الله صلى الله عليه وسلم نمكسيز متومي ومجيره صلى الله عليه وسلم يقول ينكو هدو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سيو يو حديث يو دي سيو إبوكيلا إسا كركسانة دوت ناني أمه الحميدي سفيان بن عيينة يحيى بن سعيد الأنساري محمد بن إبراهيم التيمي علقمة بن وقاس الليثي نعمر بن الخطاب وانتو ستة وامو بخاري معني كما حديث إيه وانتو ستة كتكاو وامو حديث إيه يينما الأعمال بالنيات معني رواتي ستة كتئيو وامو أنزا شيخيوي بخاري شيخيوي الناني الحميدي شيخ الحميدي نناني سفيان شيخ سفيان نناني يحيى بن سعيد شيخ يحيى بن سعيد نناني محمد بن إبراهيم التيمي محمد إبراهيم التيمي شيخ نناني علقمة علقمة مكسز ناني مكسز عمر بن الخطاب رضي الله عنه نمتنا عمر بن الخطاب مكسز تم صلى الله عليه وسلم ينكو هدو إنما الأعمال بالنيات أعمالي نتاكوا أما هاي باتكاني هاي صحيحة إلا كانية وإنما لكل امرئ ما نوى نكلا مونتو يايه نو نديوه باتو أجريه فمن كانت هجرته إلى الله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إيشو مونتو هجرة يأينا كغورو نكين رفانيو هجرة كسبب يا دنيا إيشو يصيبها خبطة أو إلى امرأة ينكحها أما كواي نكين ركو هجورا كنا كم نراموك فهجرته هجرة تاكوا إلى ما هاجر إليه ياي هجور ليرو بس حديث إي حديث صحيحة زت شرطي نتانوزيس باتكين يا كان اتصال السند باتكين يا بيلي تما هدوني عدلي باتكين تمام الضبط باتكين عدم الشذوذ باتكين عدم العلة باتكين كجسيو إسا حديث إي تكوادون حديث صحيح لذاته إن شاء الله ديرو ترسيتو إتاكوا تكابا حديث صحيح إن شاء الله تبريتو نشرت زين انتانو يا كان رنيو اتصال السندي يا بيل النيو رواية عدل يتاتو النيو تمام الضبط يعني النيو غير الشذوذ نا يا تانو اتاكوا عدم العلة بس يتكابا إن شاء الله غير الدرسيتو إن شاء الله اتاكوا أبا درسي تكويو يا كركا أي منظومة البيقونية اتاكوا حديث حسن إن شاء الله اشتقوا ذلك درسي تقويه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.